ここここどこ。السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان متابعين قناة أمريكان بيولي مولوس. اليوم جيتكم واحد غادي نجيب واحد الفيديو جديد شي شوية كما قلت لكم في ذاك الفيديو الماضي اللي فات. غادي نبدل شي شوية غادي نتكلم شي شوية على 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 المغلة تاع الكلاب. على بزاف تاع الناس كيسولوني اش غادي نعطي للكلب، واش المغلة خضراء ولا طيبة ولا هكا. ايوا اليوم غادي بعد شويه من لي فاكسون من الامراض غادي نهضر شويه على 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 لا نوتريسيون على على الماكله تاع الكلاب. كما كتعرفوا يا الخوت، الكلب الكلب اصلا اصلا الاصل ديالو الاصل ديالو راه كان راه كان متوحش، كارنيفور. كارنيفور هو دو الانياب، دو الانياب هما عندك الانياب باش كيقتل، عنده الانياب والسنان ديالو. راه ملي كتشوفوا السنان تاع الكلب راه ماشي بحالنا ديالنا حنا، السنان تاع الكلب راه بحال 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 الموس، بحال الرزوان، بحال الرزوان. اذا ديالنا الخوت الكلب الكلب اصلا اصلا الماكله ديالو بحال الديب بحال الثعلب بحال كاع هاد 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 الوحوش. اصلا هو الماكله ديالو الاصليه هي اللحم، هي اللحم، هذه هي الماكله ديال الصيد. الكلب في 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 طبيعته بحال الديب بحال هذوك الاخرين كيصيد كيصيد، كيمشي كيشد الفريسه ديالو ويقتلها وياكلها، ياكل العظام ياكل الجلد ياكل الداخل ياكل كل شيء. هذا هو هذا هو هذا هو الكلب، الماكله الاصليه ديالو هي اللحم. ولكن لان الناس ربوا الكلب ودخلوا لديورهم وربوا بطريقتهم هما، كاين بزاف تاع الحوايج اللي تبدلوا في الكلب، بزاف تاع الحوايج اللي تبدلوا فيه في هذا الكلب الالي. ولات حتى الماكله ديالو تبدلات، وبزاف تاع الحوايج الداخل ديالو تبدلوا، بزاف تاع الحوايج. منها هذاك داك 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 لو سوك داك السائل ولا الحامض اللي كيكون في المعده، حتى هو تبدل بزاف بزاف بزاف. ملي دابا كنقارنوه مع الديب، باش نقارنوه مع الديب ولا نقارنوه مع داك غير مع داك الكلب اللي هو تاع الخلا، راه ما يمكن ليناش كاين فرق كبير بيناتهم، كاين فرق كبير بيناتهم. علاش؟ علاش الديب دابا غادي ياكل ولا الكلب تاع الخلا اللي معمرو تربى، زعما تولد في الخلا وكبر في الخلا، هو غادي ياكل كل شيء. دابا غادي حاشاكم غادي يلقى معزه ولا جيفه ميته خانزه منفوخه ياكلها عادي، ما يمرض ما والو. علاش؟ علاش عنده الحامض، عنده داك الحامض اللي كيكون في المعده ديالو قوي بزاف على الكلب. دابا هاد الكلاب هادو حنا اللي مربيين، علاش هاد الكلاب اللي مربيين كنعطيوهم الماكله ديالنا منين كانوا صغار وترباو، وداك الحامض وداك التخربيق مشى ليهم، ما عندهمش. وداكشي علاش قلت لكم دابا الماكله تاع الكلاب تتفرق على ثلاثه. في الاول كانت تتفرق على جوج، انواع. ودابا مؤخرا هذه واحد 5 ولا 6 تاع السنوات دخلوا واحد طريقه اخرى اللي كنسموها لوباغ. هي زعما الماكله الكلب ياكل اللحم خضراء. دابا ما غادي نتعمقوش في هذا الباغ، هذا غير غادي نديرو مره اخرى ان شاء الله نتعمقوا فيه. ودابا داكشي اللي كتكون دابا كاينين ثلاثه تاع الطرق باش 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 تاع الماكله تاع الكلاب. الطريقه الاولى هي الطريقه اللي عارف كل واحد، الواحد كيطيب في الدار كيطيب الكلب ديالو ويعطيه ياكل. هذه الطريقه الاولى اللي معروفه في المغرب كامل، كطيب ليه الروز ولا كطيب ليه وهذا. هذه الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه هي هاد لي كروكيت ولا هاد لي بواط، هاد الحكاك ديال اللي فيهم داك اللحم وداكشي ديال الكلاب. هذه الطريقه الثانيه. والطريقه الثالثه اللي خرج مؤخرا هي هذه الطريقه تاع تعطي اللحم خضراء. هاكا دونك الناس كيتسائلوا واش نعطي ليه اللحم خضراء، واش نعطي ليه طيبه، واش نعطي ليه. بلي ان دابا الكلاب حنا كما قلت لكم ولاو دوميستيك ولاو اليفه، كلاب كياكلوا داكشي اللي كنطيبوا داكشي اللي كنسميتو. دونك راه الاورغانيزم ديالهم الذات ديالهم والفات بهاد الماكله هادي هو الفات. دابا كاين الدراري كيقول لك راه سمعت بلي انا كيعطوا اللحم خضراء، نعطي اللحم خضراء، وشويه كيقول لك اودي ما بقاش ياكل اللحم خضراء، ولا الرجوع وكلها ومشى دار منين مشى برا، منين دار حاشاكم لي بيزوان ديالو، داك الشيء جاري معلوم غادي يكون جاري. علاش؟ الكلب ما موالفهاش الذات ديالو، ما موالفهاش
ما موالفاش. منين دابا ملي كتجيب كلب صغير، ملي كتجيب كلب صغير الله كتحيد من امه وكتحيد هذيك شهرين وكتربيه باللحم الخضراء، ايه كيربي هذوك كيربي هذو هذاك الشيء كاع كيربيه في هذوك لي سيك وهذاك التخربيق كيربيه كيكون بحال المحشي. ولكن انت ملي كتجيب الكلب كتجيبو حتى لديك عام عامين على كتقول اه راه كل اللحم الخضراء، لا راه ما يوفي عليك. الا كاع تعطي دابا هذا اللحم تربيه بهذا اللحم، تعطي له اللحم الخضراء كما كيقولوا، راه خصك بزاف تاع الطرق، بزاف تاع لي زيتاب، ماشي غير جوع عطيه صافي طاك حيد ليه حيد ليه مثلا لي كروكيت اعطيه، لا راه كتمشي متداعي بالتدريج شويه بشويه شويه بشويه بشي، راه خصك معاه بزاف تاع المراحل باش يدوز لهذا. واخا ودابا كما قلنا فعلا كاين الناس كيعطيو الكلاب ديالهم وكيعطيو لهم الماكله تاع الدار، ولكن لا كثر كيعطي داكشي اللي شاف، اعطي دوك العظام تاع الدجاج طايبين، وعطي هاد العظام بعدا تاع الدجاج اللي طايب، وهذا راه ما مزالش الكلب، هذا كيكون بحال ملي كيتهرس كيكون حاد، كيكون ماضي كيكون ماضي بحال الموس بحال السيف بحال هذا، يمكن يتخشى ليه في الحلق، يمكن يتخشى ليه بين السنان، يمكن يتخشى ليه في القرش، يمكن يتخشى ليه في المعده، يمكن يتخشى ليه. اذا هاد العظام هاد الخوت حيدوهم ايفيتيوهم، هاد العظم هادو ما خصكمش تعطيهم للكلاب نهائيا نهائيا نهائيا. حسن تعطي ليه العظم، تعطي ليه الدجاج ما طايبش هكذاك بالعظم، وهذا علاش كنقولوا لي زوز شارني، لي زوز شارني تاع الكلب شنو هما؟ هذوك العظام اللي مازال فيهم داك اللحم، اللي دار فيهم اللحم، هو ملي كيمضغ داك العظم فيه اللحم، واخا كيصرطو مع اللحم، ملي كيوصل للمعده ديالو، ملي كيوصل للمعده كاين داك لو سوك ديجيستيف، هذاك السائل الهضمي اللي قوي كيذوب بحال هكا كيذوبو فوالا. وعاود ثاني كاين الناس اللي كيعطوا بزاف تاع الخبز للكلب ولا بزاف تاع لي باطو هذا وهذا، لا الخبز راه فعلا راه كما قلت لكم الله يكون في العوان، راه كل واحد اش كي علاش قاد، ولكن دابا الكلب اللي كتعطي لي بزاف تاع الخبز وهذا راه هو ماشي بحالنا حنا، ماشي بحال البقر وهذا ولا حنا عندنا الفم ديال ملي كتاكل داك الخبز ولا داك سميتو كتحس بواحد الماده بحال السكر، هذا عندنا حنا واحد 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 الافرازات، واحد كنقولوا واحد لو سوك ديجيستيف لا كنسموها لاميلاز، هذا كي داك السكر تاع مازال ما نزلناه كيحولوا كيقردوا كيقرد داك ديك ديك دوك 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 الموليكول كيقردوا تاع السكر وكيكون حنا كنهضموه، ولكن الكلب هو ما عندوش هاد الماده اللي عندنا حنا، ياك فهمتوا؟ ملي كيصف ملي كيكون الخبز ودوك دوك لي بات وداك الشيء كاع اللي هما ديك هاد الحبوب اللي جاب الحبوب هاد الزرع وهذا، هو الكلب ما كيهضموش داك الشيء. علاش كنبقى الكلب كيقول لك الدري انا كنعطيه له صحاح الكلب ديالي، لا الخوت راه دابا باش صحاح هذاك راه عطيت لي لاكريس وسميتو، هذا اللي كيهضم هذاك الكلب، ما كيهضمش السكر، فهمتوا؟ الكلب الماكله ديالو الاصليه هي اللحم. دابا الى قدرتوا تعطوا ليه اللحم طيبه، طيبوها ليه كما كديروا، طيبوا ليه اللحم وخلطوا ليه مع الخضراء وعطوا ليه الروز، ومع الروز ومع هذا عطوا ليه ما كاين مشكل. ولكن الخبز انا كنعطي ديال الخبز، ولكن علاش من الوقت نعطيهم الخبز؟ انا كنعطيهم الخبز مره في 15 يوم كنشري الخبز كنخليهم حتى كيقصاحوا وكنعطي ليه كياكلوا، ولكن مره في 15 يوم كنقي به سنانه، هذا ما كان هذا الخوت. اذا الكلاب وماشي والكلب كل واحد يقول لك شحال نعطي ليه في النهار، واش نعطيه مره واش نعطيه جوج، شحال نعطيه هذا. الكلاب على حسب الوزن، على حسب. انا عندي دابا هنا في الدار عندي اربعه الكلاب، كل واحد والوزن ديالو، كل واحد كنعطي ليه داك الشيء على حسب الوزن ديالو. وانا فعلا كنعطيهم من اللحم الخضراء مع لي كروكيت، ولكن لي كروكيت حتى هي ماشي غير اجي وشري لي كروكيت، لا لي كروكيت الخوت حطوا فيها الانواع، داك الشيء دابا كتلقى واحد الكروكيت واحد الثمن وحده واحد الثمن واحد الثمن، وكتقول واه كيفاش هذيك كروكيت، لا هما لي كروكيت باش ما مرتفعه النسبه ديال اللحم فيها، كيكون غاليه، وباش ما فيها قوت الذرة قوت الزرع قوت فرينه وهذا كتكون رخيصه، هذا هو سميتو داك الشيء باش كنقارنوا الكروكيت. ملي غادي تشري لي كروكيت الخوت سير شوف الكروكيت اللي فيها النسبه عاليه ديال اللحم وشي شويه ديال سميتو، هذه هي الماكله تاع الكلاب. غادي تمشي تشري الكروكيت اللي فيها بزاف تاع اللحم، ماشي تمشي الكروكيت الرخيصه نشريها، لا فعلا راه كتكون رخيصه كيكون فيها، والكلب كيغلط غير لاكريس. وكما قلت لكم ودابا كنعاود ثاني ماشي اي كلب تعطي ليه بحال دابا الكلب اللي كيخرج بزاف وكيجري بزاف ماشي بحال هذاك اللي كينعس في الدار، غادي يكونوا مثلا واحد بوا واحد 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 الميزان، ولكن مختلفين في هذا، واحد كيجري بزاف
كيدير بزاف سبور كيجري بزاف وهذا وهذاك الاخر غير نعس في الدار مربوط فواحد القدوه نعس في الدار ما كياكلش بزاف. هاد النسبه تاع 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 النسبه ديال 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 الماكله مختلفه. هذاك اللي كيجري بزاف كياكل بزاف وهذاك اللي نعس في الدار كياكل قل. بحال 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 حنا اللي كنترينيو هنا حنا ملي كنترينيو هذاك السبورتيف راه كياكل بزاف من هذاك اللي غير ناعس. هذاك اللي كيدير السبور وكيتعطي ليه وكياكل كيرجع ليه داكشي اون موسكل كيكون موسكلي. ولكن هذاك هو ناعس في الدار وكياكل وكياكل بحال هذاك اللي كيدير السبور راه راه راك عارف غير غير الشحمه. هذا هو الفرق الخوت هذا هو الفرق. وشحال كيسولوا عاوتاني كيقول لك شحال من خطره عطيتي للكلب ياكل شحال من خطره. انا الكلاب ديالي كنعطيو لهم ثلاثه خطرات في النهار ثلاثه خطرات فراكسيوني زعما كنعطيو لهم واحد القدر مع الصباح وواحد القدر مع العشيه وواحد القدر مع الليل. كنفرقوا داكشي غادي نعطيو لهم مره واحده ولا سميتو كنفرقوا على ثلاثه باش المعده ديالو باش المعده ديالو ديما تكون 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 خاويه وتكون وتكون خفيفه وكتهضم دغيا. هذا حسن هذه الطريقه هذه تعطي لي جوج خطرات في النهار ولا خطرات ما كملو حتى اربع خطرات في النهار تعطي لي ماشي مشكل. ملي كتفرق ليه على على ملي كتفرق ليه لا 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 الوجبه ديالو على ثلاثه وجوج ثلاثه اربعه راه مزيانه ليه. ولا ملي كتعطي ليه مره واحده واحد كميه كبيره كان لي كلاب هما كان لي الكلاب اللي كنقول لهم فوغاس غاس هو ديك الكميه دغيا طرف طرف ويصرخ وبقاو شويه ومشيت تقيه. دونك اذا الخوت الا يمكن لك تعطي ليه مره واحده في النهار ولكن نحسن من جوج حتى اربعه الخطرات في النهار راه مزيانه ليه مزيانه للكلب. انا كاك اللي كندير لهم انا الكلب ديال ثلاثه في النهار شفت اربعه الخطرات في النهار هذاك الشيء اللي كندير لهم الخوت. ودابا كما قلت لكم الماكله اللي كد... الا كطيبوا في الدار طيبوا ليه في الدار وديروا ليه بزاف الروز الا كاين الروز واللحام والخضره وسميتو غاد قوه الخبز راه ما جاش للكلاب. ودابا كاينين الناس اللي كيقول لك ودي انا كنعطي ليه غير الفراقش هذوك الرجل تاع الدجاج. ايه راه مزيانين الفراقش الفراقش راه مزيان ولكن اش فيهم في الفراقش؟ الفراقش فيهم غير الكالسيوم غير الكالسيوم. دابا الا كتعطي انت للكلاب ديالك غير الفراقش الفراقش راه الكالسيوم. ولكن هو الكلب هو راه خاصو البروتين خاصو بزاف تاع البروتين فعلا خاصو كاع ديك الفيتامين خاصو ديك الفيتامين. علاش قلت لكم الخضره ديروا ليه الخضره الكلب راه كدير ليه الخضره كدير ليه دوك العطور كدير ليه سميتو داخل القصبور المعدنوس الكرافس وكلشي داكشي راه مزيان للكلب كلشي داكشي راه مزيان ليه كيحيد ليه الدود وفيه الفيتامين وفيه السيلمينو وفيه بزاف 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 تاع الحوايج. اذا الخوت هذه هي الماكله تاع الكلب. الماكله تاع الكلب خاصها تكون متنوعه ماشي دابا الواحد كيقول لك الكلب عنده عامين ثلاث سنين ولا اربع سنين دائما كياكل الماكله تاع الدار. الواحد كيقول لك لا 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 راه الكلب خصو ياكل الماكله خضراء وتعطيه انت وي والغد تمشي تعطي له الماكله خضراء. راه الكلب كما قلت لك غير ما ياكلهاش يشم داكشي ما عارفهاش كاع ويخليها لك. وإلا بززت عليه غادي يجلس نهار يومين غادي ياكل بزز عليه وفي الاخر غادي يمشي غادي يمرض لك غادي يمرض لك. دونك اذا الخوت راه لا لا راه الكل دابا حنا الكلاب اللي عندنا هادو الكلاب اللي عندنا دوميستيك راه ما بقاوش متوحشين كما كما في زمان كما الديب كما هذا. ودابا هادو اللي دخلوا دابا هاد لوباغ هاد لوباغ دخلوه هاد الماكله ديال زعما سميتو راه حتى هما راه بزاف تاع كيكونوا بزاف تاع المشاكل وبزاف تاع سميتو. ومازال ملي كدير هاد لوباغ في هذا ملي كدير هاد الماكله زعما اللي ما طيباش وراه شحال قدك على الاقل بعدا كتسبق بالكونجيلاتور خص يكون عندك الكونجيلاتور خاص ليهم. وعاد عاوتاني ملي كتشري اللحم خصك تشري اللحم تكون 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 ما فيها لا ميكروب لا والو. عرفتي حنا اللحم اللي كتكون خضراء كتكون فيها الميكروب ولكن ملي كطيب ذوك الميكروبات كيموتوا ذوك الميكروبات كيموتوا. والكلب كما قلت لكم الكلب تاع برا عنده مقومات باش يناضي باش يستبعد هاد الميكروبات. كما قلت لكم دابا يلقى الجيفه هذه ايام ربع ايام سيمانه باش ميته ومنفوخه ياكلها ماشي مشكل زعما ياكلها ماشي ما كان حتى شي مشكل فهمتوا. ولكن الكلب ديالك هو يدوق غير يشمها غير يشم غادي يمرض لك. وما هما هادو لا هادو كنت الكلاب تاع برا ولا الديوبا ولا هادو ميم كياكل دابا غادي ياكل حاشاكم جيفه غادي ياكلها يشي طلي غادي يمشي يخبيها في الحوت حتى يسالي ليها ويرجع عاوتاني واخا دوز عليها سيمانه ولا جوج ولا ثلاثه يجي عاوتاني ياكلها واخا خامجه واخا خانزه ما يطرى ليه والو والو والو. علاش عنده كما قلت لكم عنده هذاك الجهاز الهضمي ديالو عنده باش يكافح هاد الامراض وعنده باش يكافح هاد الميكروبات وعنده باش يكافح هاد الفيروسات. ولكن هادو اللي عندنا في الدار دوميستيك هما داكشي صافي تحيد ليهم ما بقاش عندهم ولا داك ضعيف بزاف. داكشي علاش قلت لكم الخوت الماكله تاع الكلاب الماكله تاع الكلاب راه خص الواحد غير يعرف ياكم ماشي غير نسمع وندير لا صافي. راه الكلاب ديالنا دابا تقلموا مع الماكله ديالنا وتقلموا مع سميتو. ملي كتعطي لي كروكيت بقى في لي كروكيت غير قلت لك غير لي كروكيت خصك تعرف تمشي تجيب لي كروكيت اللي هي مزيانه
ديك الوقت اللي فيها ناقص منها من هذاك من يكون ناقص من هذاك داك 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 الشعير وداك السلم هذا وداك الدرا وداك وداك سميتو القمح وداك هذاك هذا ما كان وخصكم النسبه تاع سميتو بحال دابا فعلا يعني الدراري كيقول لك واش من ماركه نعطي للكلب ديالي انا الماركه وحده اللي عرفت في المغرب اللي هي مزيانه من حتى هنا اللي كيعطوه الناس بزاف هي ديك غويال كانا غويال كانا ملي كيكون الكلب صغير ملي كيكون صغير كتعطي لي داك جينيور جينيور علاش هي قوي على 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 ادولت علاش علاش الكلب ملي كيكبر فيها بزاف تاع الفيتامينات وبزاف والكلب كيكبر وكيغلط ملي كتعطي جينيور للكلب سميتو ماشي شويه كت كت كتجي ماشي هي هادي وعاد عاوتاني اخوت كاين بزاف تاع الدراري كيسولوني كيقول لك اودي الكلبه الكلبه الحامله الكلبه الحامله شنو خاصني نعطيها تاكل شحال من خطره شحال من خطره الكلبه مايمكنلكش مايمكنلكش تبدليه من كيما قلت لكم تبدليه الماكله ديالو من هنا من هنا لا هذاك الشيء اللي كتعطي لي كيما قلت لكم اللحم اللحم بزاف عطوا لي اللحم بزاف الى موالف الكلب كياكل اللحم طيبه طيبوا لي اللحم كما كما العاده ما تبدليش سميتو ديالو الكلبه ملي كتكون حامله فعلا عندك حتى الخمسة سيمانات ما عندك من الله كيطلع عليها الكلب حتى حتى السيمانه الخامسه كتاكل عادي كتاكل عادي ومن من 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 السيمانه الخامسه حتى السيمانه التاسعه حتى 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 الولاده من هنا فاش كتزيد فاش كتزيد لها هنا تقريبا كتزيد لها 10 كتزيد لها 10% على داكشي اللي كتاكل كل سيمانه من السيمانه الساكيه سيمانه من السيمانه الخامسه حتى السيمانه السادسه كتزيد لها 10% داكشي اللي كتاكل من السيمانه من السيمانه من السيمانه السادسه من 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 السيمانه السته حتى السبعه كتزيد لها 10% صافي 20% وهي غاديه هكذا حتى السيمانه التاسعه حتى كتولد وكما قلت لكم الكلبه ملي كتكون حامله راه كتاكل بزاف تاع البروتيين علاش علاش عندها لي فوتيس هذوك 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 الولاد ديالها اللي كاينين في الداخل حتى هما راه كيبغيو يكبروا وكياكلوا حتى هما كياكل داكشي ملي كتاكل هي وكتاكل هادو داكشي علاش كل سيمانه كتزيد لها ب 10% من خمسة سيمانات من السيمانه الخامسه حتى السيمانه التاسعه عاد تزيد لها 10 10 10 10 حتى كتولد ياك فهمتوا وديك الساعات فيا الكلبه كتحتاج بزاف كتحتاج الكالسيوم اللي كانت كتب بزاف الكالسيوم علاش الكلاب اللي كيكونوا حتى هما كيكونوا العظام وهذا وهذا كتحتاج المانيزون كتحتاج كلشي اللي فيتامين كتحتاجهم باش الكلب يحتاج الكلاب اللي كاين اللي تكون فوتيس هذوك الكلاب اللي في كل شيء باش تصوب لهم العقل وتصوب لهم بزاف تاع الحوايج اذا بقات تمشاو بقات تمشاو كل من السمره الخمسه بقات تزيدوا 10 10 10 10 حتى كتولد ولا كان دابا الدري كيقول لك اودي انا ما سميتو اش غادي دير الا كانت الكلبه كتاكل لك روكيت الا كانت كتعطوها لك روكيت بدلوا لها هذوك الروكيت ديالها بالك روكيت ديال 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 الكلاب الصغار ديك اللي كياكلوا الكلاب الصغار هذوك تاع جينيور علاش كما قلت لكم هذوك تاع الكلاب الصغار كتكون هي كتكون قويه على هذاك اللي كياكل اللي كياكل الكلاب ادولت ولا سينيور الكلاب الكبار ولا شاب كتبدلوا لها الروكيت كتعطوا لها هذوك الروكيت تاع الكلاب الصغار علاش هما هذيك الكل تاع الرب الصغار قويه بزاف وتكون الكلاب الصغار كياكلوا منها وحتى هي كتاكل منها والكلبه واخا علاش الكلبه بديك الخمسه بديك ابارتير من ديك الخمسه من الخمسه السيمانه تاع الحمل واخا حطيت لها راه ما كتاكلش بزاف كتقطع لها واحد المده كتقطع لها الشهيه الكلبه كتقطع لها الشهيه بحالها بحال المراه كتقطع لها الشهيه اذا انتوما هادوك اللي قادين يشروها لك روكيت اللي كيعطيو لك روكيت دو لها لك روكيت دو يشرو لها تاع جينيور تاع الكلاب الصغار وبقات تقول لها كما قلت لكم بقات لها كل سيمانه 10% حتى كتولد ومنين كتولد عاوتاني عطوا لها غيش علاش الكلبه عاد ديك شهرين فاش كترضع كتاكل هي وكتاكل باش تصوب الحليب بدوك الكلاب ديالها اذا الخوت خص بزاف تاع البروتينات اللي سميتو بزاف تاع اللحم الكلبه والخضره وهذا وهذا ولكن كتكثروا لها من البروتين هذا ما كان الخوت في سميتو في هذه الماكله تاع الكلاب دابا باش يقول لك الواحد لا 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 بدل راه دابا راه سمعت راه كيعطيو الماكله الخضراء وهذا راه فيها بزاف سميتو هذه الماكله تاع هذه الماكله الخضراء راه واش يمكن لك وراه ما يمكنلكش دابا الا ما عندك خصك يكون عندك فريغو سبيسيال عندك يكون فريغو مقطع صغير للكلاب ملي كتشري راه فيه بزاف تاع الخدمه انا كندير الكلاب ديالي راه صراحه بزاف 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 تاع الخدمه ملي كتجيب اللحم كتجيب كتشري دابا انا الشهر وكنقسم وكندير في الكونجيلاتور وهذا وهذا ولكن كما قلت لكم دابا اللحم الخضراء راه فيها بزاف تاع لي بكتيري راه فيها بزاف تاع لي بكتيري الى ما الى ما الى 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 ما الى ما طابش راه ما كيموتوش والكلب خصو يكون قوي 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 بهذاك باش يعطي لي هذا اللحم هذا راه ماشي كما قلت لكم في الاول راه ما ولاش مازال سوفاج كما كان في الاول ولا بحال الديب
راه ما درام ما كانش المقارنه ديالو. ولكن كما قلت لكم دوك الكلاب اللي عايشين في برا اللي تولدوا برا وكبروا برا وكياكلوا غير داك الشيء تاع برا هما راه عندهم فهمتوا قوي على ديالنا. علاش دابا كاين الدري كيقول لك واه كيفاش وهذاك تاع برا كياكلوا كل شيء ما كيمرضوش وحنا ديالنا لا؟ علاش راه الاورغانيزم ديالهم في الداخل راه ماشي بحال ديالنا حنا دابا اللي مربيين في الدار. هذا ما كان رخو. وقلت لكم كما دابا فعلا فعلا اللحم الخضراء اللحم الخضراء اللي كياكلها الكلب فعلا اللحم الخضراء هذا واحد لافونتاج الكلب. الكلب فعلا الفم ديالو ما كيكونش خانز وما كيكونش فيه بزاف تاع لي غاز في كرشو الحزاق حاشاكم ومني كيزبل مني كيدير دوك لي بيزوان ديالو مني كيزبل كيزبل شي شويه ماشي بزاف ماشي بحال اللي كياكل الماكله تاع الدار تاع لي كروكيت وكي علاش 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 الماكله اللي كناكلو حنا داك الخبز وداك لي كروكيت فيها بزاف تاع 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 لي سيريال ديال الشعير وديال هذا داك الشيء علاش كيديروا بزاف ومنين وحاشاكم منين كيحزقوا الناس كتشم الريحه كريهه. هذا هو ما كان ملي كياكل اللحم لا ملي كياكل اللحم لا هذا ما كان الخوذ. واللحم فعلا فيها بزاف تاع الماء وفيها بزاف تاع 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 سميتو هذا هو لافونتاج. ولكن 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 ملي كتشوف السلبيات فعلا عندها بزاف تاع السلبيات. هذا ما كان الخوذ. هذا هو الفيديو ديالنا تاع اليوم وان شاء الله ان شاء الله غادي نتعمقوا لهم غادي نتعمقوا مازال في هذا الشيء ديال اللحم الخضراء وهذا وكيفاش وكيفاش ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وهذا ما كان الخوت. الفيديو القادم ان شاء الله غادي نهضروا على شي مرض اخر. وهذا ما كان بون كما قلت لكم الاخوان انا بدخل للدار باش نوري لكم علاش هذه الكلبه هذه راه حامله. هذه اللي درت التلقيح الاصطناعي بصوا لستو. هذه اللي درت التلقيح الاصطناعي هذه دابا حامله بستات السيمانات بستات السيمانات الخوت. داكشي علاش دابا دخلت من تما باش نوري لكم اش غادي نعطيها تاكل. اولا اذا الخوت دابا هي مع هي كنعطي لها 4 خطرات 5 خطرات في النهار. كنقسم ليها الماكله ديالها على 4 حتى 5 خطرات في النهار. علاش عارفين بلي ان من 5 كما قلت لكم من 5 السيمانات خصكم بقا تطلعوا لها ب 10% داك الشيء اللي كتاكل 10%. وكما عرفتوا بلي ان عندها الاولاد في الكرش كيكبروا لي فوتوس كنسموا لي فوتوس كيكبروا ودوك لي فوتوس مع ما كيكبروا كيضغطوا لي على المعده ديالها. فعلا كيكبروا كيضغطوا على المعده ديالها. اذا الدراري الكلبه ما خصكمش تعطوا لها بدقه وحده الا كتكون حامله تاكل بدقه وحده. خصكم الدراري تعطوا لها 4 الخطرات 3 الخطرات تقسموا ليها الماكله على 4 الخطرات 5 الخطرات. اذا الخوت انا غير بغيت نوري لكم دغيا انا فعلا كما قلت لكم غنخدم بزاف تاع اللحم. دابا هذا قلب تعطي لها شي تاع القلب دو فاصون نهار شي نهار غادي نهضر لكم على 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 هاد المسائل كاملين. طلعت لها شط على القلب تقريبا لي غونيون كنقول لكم غونيون ما عرفتش ايه لي غونيون لي غونيون كنعطيو فيها تقريبا 10% ديال داكشي اللي كنعطي تاع الماكله. هذا اللحم حمراء اللحم حمراء تقريبا كنعطيو 35% اللحم حمراء. عندكم شي الكبده كنعطيو لها شي شويه تاع الكبده. هادشي كاع علاش الكلاب هما اصلا الكلاب ولا الديوبه ولا اللي بغى يكون هاد الحيوانات المفترسه ملي كيشدوا مثلا شي فريسه باش كيبداو كيبداو بالكرش كيعجبهم يبداو بالكرش كيبداو بالكرش كيبداو يخطبوا يخطبوا بعدا الكرش ياكلوا بعدا داكشي اللي كان الزواره وكاع اللي كان في الكرش هذاكشي باش كيبداو هو الاول. هذا ما كان الخوت كنعطي لها غير شويه ديال اللحم حمراء راه قطعتها ليها كلشي هادشي لحم حمراء شوشه تاع الكبده وشوشه تاع القلب وشوشه تاع اللحم الحمراء. عاد كنعطي لها كما قلت لكم دابا مع دابا كرات دابا راه عطيت لها جوج وجبات وحده مع الصباح وحده مع السطا تاع الصباح وحده قبيله. ودابا غادي نعطي لها الدجاج غادي نعطي لها هذا هو اللي كنقولوا لو شارني. لو شارني هو هذا لو شارني هو هذا العظم دار فيه اللحم. واخا كتاكلو ملي كتصرف العظم راه كتصرف مع اللحم ما كيضرهاش ما كيضرهاش الخوت. دابا هادشي اللي غادي تاكل هاد الكلبه هادي وغادي ندير لها شط على الخضره. علاش الخضره مهمه بزاف 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 للكلبه. غادي ندير لها شط تاع 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 خيزو كما قلت لكم شي شويه اللي كندير ليها علاش هي بوحدها اللي غادي تاكل دابا. وكندير لها هذا شط تاع 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 ديال هاد القزبور والمعدنوس وهذا الشيء كلشي راه مزيان للكلاب مزيان لهم بزاف 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 بزاف. كدير لها شي شويه هادشي راه مزال ليهم فيه الفيتامين او ميم طون راه كيقتل لهم داك الدود وداك التخربيق. هذا شيشه ديال لا كورياند هادي كاع الربع راه مزال ليهم الكلاب شي شويه. هذا
الحباق بازيليك، هذا الحباق حتى هو دير واحد شويه ماشي بزاف ما تكثروش شويه. فوالا الخوت، وعندكم هذا هو القشره تاع الدجاج، هذا القشره ديال البيض. ما بقاش ترموها الدراري، بقى تجمعوه وبقى ديروه بحال في مولينكس. انا راه طحنتو في مولينكس. فوالا كندير شي شويه حتى هي، كندير لها شي شويه وكنخلطو لها مع سميتو. راه مزيان لها الكالسيوم ومزيان بزاف للعظام. العظام منين ندير الكلاب كيكبروا. فوالا مزيان العظام. فوالا هادشي اللي كان الخوت. فوالا كطحن كلشي، كطحنو هادشي كطحنو، كديرو في مولينكس اللي عندكم ولا داك هذاك الماشين اللي عندكم طحنوه. فوالا كيفاش طحن صافي، هو هذاك هو هذاك صافي، كتطحن شويه. انا كنخلطو لها مع اللحم، كنخلطو لها بحال هكدا، كنخلطو لها بحال هكا. علاش الخضره فيها الفيتامين ومزيانه للكلاب. كنشد البيضه، واحد البيضه راه مزيانه كنهرس البيضه هكدا. وهذا حتى هو كما كنحتفظ بهم وكنطحنهم وكنديرهم في قرعه. هذا بهادشي اللي غادي تاكل دابا حتى العشاء عاوتاني ان شاء الله، وندير لها عاوتاني وندير لها عاوتاني ماكله اخرى. ها هما الخوت. وغادي نهضروا على اللحم الخضراء ان شاء الله، نشرح لكم كل حاجه ديالها. ولكن كما قلت لكم هاد سميتهم هاد اللحم الخضراء عندها المزايا وعندها كيفاش لي زانكونفينيون. هي فعلا خص اللحم تكون طريه، تكون سميتو تخدم بليغون وخصو داك البلاصه باش كتسوي بيكون نقي. وهذا علاش هي في كتهز الميكروب وهذا وكضر الكلب. علاش هاد الكلب كما قلت لكم دابا ماشي بحال هاد الكلاب تاع برا اللي عايشين برا، ولا ماشي بحال هاد الوحوش. راه تبدلو بزاف تاع الحاجات تبدلو فيهم. وعاوتاني عندكم كما قلت لكم، راه ما قلتها لكم في الفيديو ديال الخوت، عندكم الكلب الصغير ملي كيكون صغير من شهرين حتى ديك 6 شهور، يمكن لك تعطي ليه 4 الخطرات في النهار الكوامل، 4 الخطرات في النهار. ملي كيوصل ديك 6 شهور حتى العام كتنقص ليه، كدير ليه جوج كوامل في النهار الا بغيتي. ملي كيكبر ملي كيكون ادلت، ديك الساعه كدير ليه جميله في سميتو جميله في النهار. ولكن انا مع الكلاب ديالي كيترينوا بزاف، كيجروا بزاف، وهذا كنعطي لهم تقريبا ثلاثه اربعه خطرات في النهار، ثلاثه اربعه خطرات في النهار. علاش؟ كما قلت لكم الكلب على حسب باش كيدير، واش كيترين، واش كيجري، واش كيجري، ولا كيجلس في الدار ولا ما كيجلسش في الدار. فوالا. والكلاب كيدوزو في ثلاثه مراحل بحالنا كيدوز في المرحلة الصغير. ملي كيكون صغير كيحتاج بزاف تاع البروتيين باش يكبر، وبزاف تاع الماكلة، إذا كنعطيو ليه. ملي كتوصل لاج ادولت تاع البلوغ كتنقص من الماكلة. علاش؟ ملي كتاكل بزاف كتخلط، دونك كنقصو شي من الماكلة. ملي كتوصل ملي كتشرف راه كاع ما كتاكل كاع كاين اللي ما كياكلوش، من هنا في الشرف كنقصو عاوتاني الماكلة. هذا حتى الكلاب، هذا مكان الخوت. والمرة أخرى إن شاء الله سعدكم الله، مرة أخرى راه الفيديو غادي عارفينه. بالسلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.